وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، للتعليق على مخرجات البيان الختامي لقمة دول جوار السودان. أستاذ جمال، بعد التحية، كيف تابعت البيان الختامي وتوقعاتك لاستقبال هذا البيان ومخرجاته من قبل الأطراف السودانية المتنازعة؟ لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. في البداية، هذه القمة في الحقيقة قمة تاريخية، وأيضا يعني بتأتي في إطار الدور المصري الفاعل في الإطار الإقليمي والداعم لاستقرار الدول الصديقة والشقيقة. وبالتالي نحن النهاردة رأينا بيان ختامي شامل، يعني يشمل الرؤى الداعمة لأطر التسوية السياسية لهذه الأزمة، ويدعو للوقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا يدعو لمراعاة العنصر الإنساني ودعم دول الجوار في تحقيق ايضا النفاذ الامن للمساعدات الانسانيه. وايضا من الجيد اننا راينا في هذا البيان الختامي في الحقيقه توافق مهم للغايه على استمرار يعني عمل هذه القمه من خلال الاليه الوزاريه، والتي سوف تعقد في تشاد في اولى دوراتها. وبالتالي نحن نتحدث عن قمه القاهره التي الان الجميع يعني ينظر اليها بعين الاعتبار، كونها بتحمل رؤيه حقيقيه لضمان الاستقرار في السودان. وفي الحقيقة الجميع يتفق على النقاط التي تضمنها البيان، سواء فيما يتعلق بالوقف الشامل لإطلاق النار، فيما يتعلق أيضا بالحفاظ على سيادة الدولة السودانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذه نقطة في غاية الأهمية. أيضا فيما يتعلق بدعم المسار السياسي كمسار حقيقي لتسوية الصراع في الداخل السوداني، وأيضا دعم الشق الإنساني ونفاذ المساعدات في الداخل السوداني، كلها نقاط كانت محل يعني توافق من قبل الجميع. وأعتقد أن ده أحد يختلف على هذه الثوابت. وبالتالي أنا أعتقد أن القاهرة اليوم استطاعت أن تلملم شمل دول الجوار وتوحد كلماتهم وتجعل دول الجوار فاعلين أساسيين في دعم استقرار السودان وفي تحفيز الأطراف في داخل السوداني لوقف إطلاق النار والذهاب إلى مسار التسوية السياسية. أيضا الترحيب الإقليمي والدولي، وأيضا الترحيب من الداخل السوداني نفسه بمخرجات هذا الحوار وبإيجاد هذا المؤتمر، في الحقيقة ترحيب أكثر من رائع، سواء من خلال حضور طبعا ممثل الاتحاد الأفريقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أو الأمين العام لجامعة الدول العربية، أو ما نراه من يعني تصريحات وغيرها من البيانات الإعلامية من وسائل الإعلام السودانية وترحيبها بهذا المؤتمر. كلها أمور بتؤكد وكلها شواهد بتؤكد أن القاهرة بالفعل نجحت في أن تستحدث آلية جديدة لدعم مسار السلام والاستقرار في الداخل السوداني. هذا يأخذنا إلى الدور المصري بوجه عام مع قضايا القارة الإفريقية، والذي ينمو يوما بعد يوم منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم. يعني كيف ترى، كيف يمكن إسقاط هذه القمة على الدور المصري بوجه عام في القارة الإفريقية؟ يمكن الدولة المصرية وبعد عام 2014 بتضع فكرة الأمن القومي الإقليمي محل اهتمام، ويمكن القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي سواء العربي أو الإفريقي. وبالتالي هذا الارتباط بيتطلب من الدولة المصرية طوال الوقت أن تعمل على فكرة إحلال السلام والاستقرار في الإقليم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة على ترسيخ الاستقرار الداخلي، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو من خلال حتى المساندة فيما يتعلق بجهود الإعمار والتنمية. وبالتالي بنجد الدولة المصرية في الحقيقة فاعل للسلام والاستقرار الإقليمي وداعم لأيضا التنمية الإقليمية. وبالتالي نحن نتحدث عن دور مصري في الحقيقة متنامي خلال الفترة الماضية، وخاصة حينما يتعلق الأمر بدول جوار زي ليبيا أو السودان، بنجد هذا الدور بيتعاظم، وهذا الدور في الحقيقة تجاه السودان الشقيق يعني بيجد يعني سواء ترحيب من الداخل السوداني أو حتى جهود إضافية من الداخل المصري لدعم الأشقاء في السودان. كلنا رأينا ما قام به الدولة المصرية منذ بداية هذه الأزمة. يمكن مؤتمر اليوم هو أحد هذه المحطات في مسار العمل المصري منذ اندلاع الأزمة السودانية. نحن نتحدث عن اتصالات منذ اللحظات الأولى ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الأطراف الدولية والإقليمية، سواء الأمين العام للأمم المتحدة، بنتحدث أيضا عن الاتحاد الأوروبي، نتحدث أيضا عن اتصالات مكثفة مع قادة دول الجوار، رئيس الفكير رئيس جنوب السودان، أيضا مستشار رئيس جنوب السودان أتى إلى القاهرة، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني السيد ملك علقار أيضا أتى إلى القاهرة.
الظاهره. اذا كان هناك طوال الفتره الماضيه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي جهود، ايضا على الصعيد الانساني كانت الجهود المصريه حاضره منذ بدايه الازمه. مصر فتحت ابوابها للاشقاء السودانيين، استضافت عدد اخر واضافي من الاشقاء السودانيين الذين هم ضيوف مصر وعددهم يصل لاكثر من 5 ملايين ضيف سوداني داخل مصر، وايضا قدمت الاعانات والاغاثات الانسانيه والطبيه وقدمت الرعايه الشامله للاشقاء. وبالتالي الجهود سواء على الصعيد الانساني او على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وصولا لمؤتمر اليوم تؤكد ان القاهره لم ولن تتخلى عن الاشقاء، خاصه طبعا دوله السودان الشقيقه التي تربطها عمق تربطها عمق جغرافي مع الدوله المصريه وعدد عدد من الروابط الافريقيه والعربيه والاسلاميه، ونحن اشقاء النهر كما نتحدث طوال الوقت. وبالتالي هناك روابط بتجعل من هذا الدور ايضا دور موثوق فيه، وهذه هي النقطه الاهم. الجميع يرى الان في القاهره شريك آمن، شريك موثوق فيه، سواء على صعيد الأزمة السودانية أو غيرها من الأزمات الإقليمية، خاصة على الصعيد طبعا الأفريقي والعربي. بنجد أن القاهرة الشريك الموثوق فيه، وده الشاهد الأساسي فيه اليوم هو حضور كافة دول يعني الجوار أو كافة قادة دول الجوار إلى القاهرة اليوم. حضور كافة القادة اليوم يؤكد أن القاهرة هي الشريك الآمن وشريك الموثوق فيه، وهي الشريك الداعم للاستقرار والسلام. وبالتالي دور مصري فعال ومؤثر وداعم للاستقرار في الحقيقة تجاه الأشقاء في القارة الأفريقية وأيضا في المنطقة العربية، خاصة في ظل هذا الظرف العالمي الراهن الذي يشهد فيه متغيرات كثيرة جدا. مصر لم ولن تتخلى عن هذا الدور. نعم، الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.